صباح الفل، هنتكلم على درس جديد وهو الفولز ان إلدرلي، الناس الكبار في السن اللي بيقعوا وقعات كتير. اول حاجه احنا هنقول مصطلح اسمه نون سينكوبال فولز. يعني ايه؟ يعني الناس دي لما وقعت من طولها وهي ماشيه عادي، الناس دي ما فقدتش الوعي بتاعها. فلما يجي حد يجي لي راجل كبير في السن واجي اشخص ان هو وقع او اساله على الهيستوري بتاع الفولز بتاعته، لازم استبعد ان الفول دي كانت نتيجه لستروك او نتيجه ليه ان هو حصل له لوس اوف كونشسنس او ان هو مثلا ما جاتلوش سيجرز. ماشي، يعني هو وقع وهو عادي ماشي في الطريق عادي، ولكن هو ما كانش قاصد ان هو يقع. فدي بسميها ايه؟ ان انتشنال. هو ما كانش قاصد ان هو يقع، ماشي، ولكن لسه في وعيه. تمام. زمان كانوا بيشخصوا كلمه فولز دي ان الحاجه دي unpredictable، ماشي، انا مش بقدر، وunprevented كمان، حاجه انا مش بقدر ان انا اتوقعها في ناس كبيره وبالتالي مش بقدر ان انا امنعها. ولكن في العشرين سنه الاخرانيين دول قالوا لا، انا والله انا عندي شويه ريسك فاكتورز كده، لو قدرت ان انا امنعها فانا ايه هقلل الانسيدنس بتاعه الفولز دي. طيب الانسيدنس بتاعه الفول، والله كل ما الانسان عدى وصل لسن الجرياتريك اللي احنا بندرسه دلوقتي اللي هو 65 فما فوق، فهو بيكون عنده نسبه اكبر ان هو يقع. طب مين اكتر في الجندر معرض ان هو يقع؟ الفيميلز. ماشي، يبقى لحد دلوقتي احنا قلنا في الجرياتريكس ان الفيميل بتكون اكتر للعرضه، يعني ان هي يحصل لها فولز، واكتر عرضه كمان ان هي يحصل لها ايه؟ يحصل لها هايبوثايرويدزم. تمام. طيب لو جينا شفنا الناس اللي عايشين في البيت والناس اللي عايشين مثلا في دور رعايه او كده، هنلاقي مين ان الريتس بتاعه الوقعات بتاعتهم بتكون اكتر؟ الناس اللي قاعدين في دور الرعايه، لانهم ما بيكونش عندهم الاهتمام الكافي. فبلاقي ان الوقعات اللي بتحصل في دور المسنين بتكون 3 مرات اكتر من الريتس اللي بتحصل فين؟ اللي بتحصل في البيوت. ماشي، ولكن لو واحد عايش، لو انا هقارن نفس الراجل ده مثلا وهو جوه البيت وهو بره البيت، هلاقي ان الفولز بتكون معرضه اكتر ان هي تحصل فين؟ وهو جوه البيت. ماشي. طيب هما دلوقتي احنا قسمنا الناس الكبيرة دي، قلنا ان هي بتكون هاي ريسك للانجري. ماشي، ان هما لما بيقعوا مش بيقعوا كده ويقوموا عادي وخلاص، لأ، ده لو وقعوا بيكون عندهم انجري، يجيلهم فراكتشر، يجيلهم بروزس، الحاجات دي كلها. ليه؟ لان الناس لما كبرت كل حاجة فيها حصلها دلي، كل حاجة فيهم قلت، فالهيلينج بتاعهم يكون اقل، الرياكشن تايم بتاعهم بيكون اقل برضو، وكمان هما بيكون عندهم ايه؟ كوموربيديتيز. ماشي، زي مثلا ان هو يكون عندهم اوستيوبوريسيس، فهو الوقعة مش لوحدها اللي اثرت عليه، لا، ده في حوارات تانية معاها. ماشي، اكتر سبب الليدنج كوز، الموست كومن ليدنج كوز للسباينال كورد انجري او البرين انجري، هي الاكسيدنتس، الروت ترافيك اكسيدنتس. وتاني اكتر حاجه هي الفولز اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. طب الريسك فاكتورز اللي عندي، والله انا عندي ريسك فاكتورز كتيره، هنمسك واحد واحد ونتكلم عليها. اول حاجه الايدج، اللي احنا اصلا ده موضوع الراوند بتاعنا. فانا عندي كده بقسمها ايه؟ بقسمها حاجتين، بقول ان انا عندي فاكتورز كده اقدر ان انا اعمل لها موديفيكيشن، زي مثلا ايه؟ البالانس، الجيت، السترينث بتاعه الماسلز، كل دي حاجات اقدر ان انا ايه اتحكم فيها. وعندي حاجات نون موديفايبل، زي ايه؟ زي ان هو كبر في السن، الايدج بتاعه عدى 80 سنه، فدي مش هقدر ان انا اتحكم فيها. زي ان هو اصلا كان اتعرض لوقعات قبل كده، فكل دي اثرت على البون دنسيتي واثرت على الجنرال هيلث بتاعته. واخر حاجه ان الناس دي لما بتكبر مش بيكونوا قادرين ان هم يعملوا الديلي اكتيفيتيز بتاعتهم، فبتكونوا محتاجين اسيستنس في الموضوع ده. يبقى دول الثلاثه كوزز بتاعت النون موديفايبل، وعندي ثلاثه كوزز اللي هم موديفايبل، قلناهم بالانس وسترينث وجيت، وكل دول بيندرجوا تحت ايه؟ تحت الايدج تشينجز اللي بتحصل. تمام. طب تاني حاجه البوسترال كنترول، هل العيان ده الفيجن والهيرنج والبيريو والبرو بيريوسبتيف عنده شغالين كويس ولا لا؟ البرو بيريوسبتيفز دي ان هو يكون عنده احساس بالاماكن، هو عارف ان هو لو مشى الخطوه دي فهيقف في الحته دي، اللي هي الحاجه بتاعتنا احنا اللي هو بتكون موجوده عندنا عادي. الناس بقى الكبار بيكون عندهم مشكله في ان هم يحددوا الادجز، يحددوا الخطوه اللي المفروض ياخدوها او الخطوه اللي المفروض يقفوا عندها وكده، فبيكون عندهم ديفكت في الحاجات دي كلها. ماشي، يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل اسسمنت للسي ان اس، سواء بقى فيجن، هيرنج، والبيريو البيريسبتيف تكنيكس دي. تمام. عندي حاجه اسمها ميديولاترال بيز اوف سبورت، يعني ايه؟ يعني انا لما باجي اتحرك على رجلي انا مش طول الوقت رجلي الاثنين بيكونوا على الارض، انا برفع رجل وايه وعلى ما احرك الرجل الثانيه. طب ايه اللي ما بيخلينيش اقع لما برفع رجل الثانيه؟ الحاجه اللي اسمها ميديولاترال بيز اوف سبورت. ماشي، ان انا يكون حاصل لي استابيليتي كده ديورنج الووك. ماشي، فانا هعمل لها تست ازاي؟ ان انا هخلي العيان يقف على رجل واحده واشوفه هل هو يقدر ان هو يقف على رجل واحده، ولا الاقي ان هو ايه ما عندوش بالانس، فاقول ان هو عنده مشكله في الميديوليترال فيز اوف سبورت. طب تالت حاجه السنسوري انبوت، الحاجات اللي احنا لسه متكلمين عليها اللي هي الفيجن، الهيرنج، الحاجات دي كلها. الناس لما بتكبر بيكون عندهم مشكله اساسا في الاكوموديشن، وبيكون الفيجوال اكويتي بتاعتهم او الابيليتي بتاعتهم بتكون ايه اقل، فكل دي حاجات بتساعدهم ان هم ايه يقعوا اكتر. فلو عنده ديكريزد فيجوال ابيليتي، لو عنده كونتراست سنسيتيفيتي، فمش بيكون قادر ان هو يحدد الايدجز بتاعتها. ولو هم عندهم مشكله في ايه؟ في البيرسبشن اوف ديبث، هو مش قادر يحدد ابعاد الحاجات عامله ازاي. ودي الموست سيجنيفيكانت كوز في
الموضوع بتاع الفولز ده ماشي، ده الموست سيجنيفيكانت كوز في السنسوري انبوت ماشي. طب ده بيحصل ليه؟ ده بيحصل بسبب ان انا عندي حاجه اسمها مالتي فوكال لانس. الناس لما بتكبر بيحصل لهم ايه؟ بري اسمها خدناها في الرمد اللي هي بريسبايوبيا ماشي، ان هو مش بيكون قادر ان هو يعمل اكوموديشن، عضلات عينيه تعبت، فبياخد ان هو مالتي فوكال لانس، بيقعد يستخدم نظارات كتير، او النظارات دي بيكون فيها اكتر من عدسه. الحاجات دي كلها بتعمل ايه؟ امبيرد بيرسبشن اوف ديبث. لو حد فيكم لابس نظاره وهو صغير اللي هي بتقرب الحاجات هيفهم الحاجه دي. احنا بنبقى لابسين النضاره وبنبقى شايفين الحاجه قريبه مني ولكن هي بعيده، فوانا ماشيه ببقى حاسه ان انا هقع، بس انا مش هقع ولا حاجه. فكل دي بتساعدهم ان هم ايه، يقعوا اكتر. كمان اللي هو عنده هيرنج لوس، فهو مش قادر ان هو يحدد ايه، يحدد لو في مثلا اكسترنال هازارد مثلا جاي عليه او كده. كل الحاجات دي برده بتساعده ان هو يقع. واخر حاجه البريوسبتيف ديسفانكشن، هو مش قادر ان هو ايه يريجوليت كل ده مع بعض. يبقى احنا كده خلصنا الايدج، خلصنا الحاجات اللي هي علاقه بالسي ان اس، وخلصنا ايه السنسوري انبوت ماشي، او البوسترال يعني، وخلصنا السنسوري انبوت. طب رابع حاجه معايا السنترال بروسيسنج ماشي. السي ان اس نفسه هل هو عنده ديمنشيا؟ فالديمنشيا هتقلل لي الجادجمنت بتاعته على الحاجات اللي حواليه، هتقلل لي الانتربشن بتاعه السنسوري ستيمولاي وكده، هو مش بيكون قادر ان هو يكنترول البرين بتاعه. قال لو هو، او لو هو عنده ديبريشن فهو اصلا مش هيبقى مركز في المشي بتاعه. يبقى دي الحاجات اللي ليها علاقه بالايه، بالسنترال بروسيسنج، الحاجات اللي ليها علاقه بالبرين اتسلف. طب رقم خمسة، لو عنده ماسكلر امبيرمنت. اصلا الناس لما بتكبر البادي ماس بتاعتهم بتقل، واحنا اتفقنا ان ايه اللين بادي ماس كلها بتقل، فبيكون عندي ديكريز ماسل ماس والسترينث كمان بتاعتها بتقل. او لو عندي فوت بروبلم، لو عنده مثلا لونج نيل، لو عنده كالوز اللي هي القلوهات اللي في رجله، الحاجات دي كلها، عنده جوينت ديفورميتي، فهو عنده مشكله في المشي نفسه. المشي نفسه هو اللي مش قادر ان هو يظبط المشي بتاعه، في الحاله دي ايه يقدر ان هو يقع اسهل، يعني يتعرض للوقعين اسهل. طب السبب اللي بعد كده البوسترال هايبوتنشن. الناس لما بتكبر بنلاقي ان هم عندهم في ديكريز في السيستوليك بلاد بريشر، بيكون اكتر 20 او اكتر ماشي، ما بين يعني السيستوليك بلاد بريشر بيكون ايه اقل من 20 ملي ميركري تمام. ده بيحصل امتى؟ لو هما بيقوموا من النوم او هما بيقوموا من الاكل. يعني معنى كده ان لو الانسان قاعد في بوزيشن معين لمده طويله وجات حرك منه لمسافه اعلى، يعني ام من السرير وقف او ام من على الاكل وقف، يحصل لهم ايه؟ يحصل لهم البوستشرال هايبوتنشن. بيكون الافرج بتاعه كام؟ 20 ملي ميركري او اكتر تمام. حاجه كمان ان ممكن يكون البوسترال هايبوتنشن ده بسبب ثلاث حاجات، يا اما عنده دي هايدريشن، يا اما يكون عنده ديزيز بيافكت الاوتونوميك سيستم نفسه، او ان هو بيكون بياخد ميديكيشنز. طب الميديكيشنز بقى اللي هي رقم سبعة اللي احنا هنتكلم عليها، احنا قلنا لما جينا اتكلمنا على الدراج بريسكريبشن قلنا ايه؟ قلنا لو عندي اربع ادويه او اكتر دي كمان بتقلل لي الكوجنيشن ماشي، فبتاثر لي على كل حاجه، ممكن تعمل لي ديمنشيا. فعشان كده لازم على قد ما اقدر احاول ان انا اقلل على قد ما اقدر النمبر اوف دراجز اللي البيشنت ده بياخدها ماشي، عشان كل ما عدد الدراجز زاد كل ما الريسك ان هو يفول بيكون اكتر واكتر، لان انا اثرت كده على الكوجنيشن. طب زي ايه الحاجات الادويه دي؟ الحاجات اللي فيها كلمه انتي، يعني الانتي كونفولزنز، الانتي هايبرتنسيف دراجز، الانتي اريثميا، الحاجات دي كلها. ممكن لو عندي نيورولابتيك دراجز، لو عندي انتي ديبريسنس برضو، لو عندي حاجات سيداتيفز وهايبوتونيك، طبيعي من اسمها هي بتخليه ايه سيداتيف كده فمش مركز، الهايبوتونيكس برضو بتخليه ان هو مرخي كده فمش مركز، والنيوروليبتك والبنزودايزيبين الاثنين ايه قريبين من بعض، واخر حاجه الدايوريتكس والدايجوكسين. تاني احنا قلنا هناخد الادويه ايه، قلنا عندي الادويه اللي فيها كلمه انتي ماشي، فلو هي انتي ديبريسنت، انتي كونفولزنت، انتي هايبرتنسيف، انتي اريثميا، الحاجات دي كلها. وقلنا الدوايين بدي اللي هو الدايجوكسين والدايجوكسين يا رب بسم الله والدايوريتكس تمام. واخر حاجه الحاجات اللي هي بتاثر لي على الماسلز نفسها او على الوعي بتاع الانسان اللي هي السيداتيفز والهايبوتونكس، واخر حاجه اللي هي الايه اللي هي النيورولابتكس والبنزودايزيبين اللي هم شبه بعض ماشي. طيب تامن حاجه، لو عندي اكيوت النس او هوسبيتال ديسشارج، يعني بعد الهوسبيتال ديسشارج هم لقوا ان العيان ده لو كان محجوز في المستشفى فهو معرض ان هو يجي له فولز اول اسبوعين من بعد ما هو يخرج من المستشفى تمام. طب الاكيوت النس بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي ديليريوم، فبتخليه كمان اكتر عرضه ان هو ايه يدخل مني في الفولز دي. يبقى التو بوينتس اللي قلناهم في الاكيوت النس والهوسبيتال ديسشارج، ان العيانين اللي بيكون عندهم اكيوت النس بيعمل لهم ويكنس، ممكن يعمل لهم ديليريوم، وممكن ايه يعمل لهم البوسترال هايبوتنشن. طب تاني حاجه، ان الريسنت ديسشارج لقوا ان الريسك بتاعه الفولز بتنكريز اكتر في ايه، في اول اسبوعين من بعد ما يحصل له ديسشارج تمام.
طب رقم 9 ان في تشالنجز ان هو يكونترول البوزيشن بتاعه، زي ايه؟ زي لو في انفايرمنتال هازرز حواليه، هو مش قادر ان هو يحكم، يعني في اكسترنال ستيمولاي، ماشي، في حاجه مؤثره عليه من بره. تمام، تعالوا نقول الاسباب دي كلها من اول وجديد. احنا قلنا اول حاجه ان الايجنج تشينجز اللي بتحصل، وقلنا موديفايبل ونون موديفايبل. طب تاني حاجه قلنا البوستشرال هايبوتنشن. تالت حاجه اتكلمنا على الدراجز اللي ممكن يكون بياخدها، واتكلمنا على الماسكولار امبيرمنت، قلنا لو عنده مشاكل في الفيجن والسنسوري انبوتس، وقلنا ايه كمان، وقلنا السنترال بروسيسنج اللي هي الديمنشيا والديبريشن. تمام، طيب تالي بعد كده عندنا ايه؟ الاوبورتونيتي تو فول. لو هما ناس بيعملوا حاجات اكتر من الطاقه بتاعتهم، يعني هو خلاص كبر المفروض ان هو يريح، فبنبص لقى ان هو ايه، لا ده هو بيحاول يقف على كرسي عشان يجيب حاجه من فوق. كل الحاجات دي بتكون ايه، بايوند ذير ابيليتي، ماشي، فكل دي برضو بتزود الريسك فاكتورز بتاعتهم، ماشي. طب عامه بقى ايه الريسك فاكتورز لكل الانجريز؟ عندي حاجتين. اول حاجه الاوستيوبوريسيس بتزود لي الانجري، ماشي، تزود لي الريسك اوف انجري. وتاني حاجه الكاركتر بتاعت الفول دي، هل هو وقع على الهب بتاعته فتعمل لي هب فراكتشر، ولا هو وقع على اوت ستريتش ارم فتعمل لي مشكله في المفصل بتاع الكوع فبسميها ايه، كولي فراكتشر. والفورس بتاعت الفول كمان هتأثر، لو واحد وقع من الدور الاول مش زي مثلا لو واحد وقع من الدور الثالث، فبيكون في فرق في الفورس. فدي كل الحاجات اللي بتأثر لي على الريسك فاكتورز بتاعت الفول. طب ايه الكونسيكوينسز بقى بتاعت الفول؟ والله اول حاجه هتحصل ان هو هيحصل له انجري، هيتعور، ماشي، بيكون الريت اعلى في ايه، الحوار الانجريز ده بيكون اكتر فيه، بيكون اكتر في الناس اللي قاعدين في الدور رعايه، ماشي، اكتر من الناس اللي ممكن يقعوا في الكوميونتي عامه. فاول حاجه هتحصل لهم ان يحصل لهم فراكتشرز، واكتر حاجه بتحصل في الجرياتريكس هي ايه، هي الهيب فراكتشر، ماشي. فالهيب فراكتشر هو الموست كومن تايب اوف فراكتشر، ماشي، بيكون اكتر فين برضو، اكتر في الستات، زي ما احنا قلنا ان الستات بتكون معرضه ان هي تقع اكتر. تمام، بعد الموضوع ده بنقسم العيانين نوعين، 50% خلاص ان شاء الله بيخفوا كل حاجه وتمام، و50% مش بيقدروا ان هم يعيشوا اصلا. بصوا تاني، معلش، هنقسم الموضوع ده ليه، 50% مش هيقدروا ان هم يعيشوا لوحدهم فيحتاجوا ان هم اسيستنس معاهم، و20% يعني خلاص ربنا هيتوفاهم، و30% التانيين ان هم ايه ممكن يخفوا، ماشي. طيب الهيد انجريز اللي هي تاني حاجه دي، اتفقنا خلاص ان الفولز هي سكند ليدنج كوز للبرين والسباينال كورد انجري، قلنا اول حاجه هي ايه، هي الروت ترافيك اكسيدنت، ماشي. يبقى دول ده تاني نوع من انواع الفاكتورز اللي خدناها، ممكن يحصل لسريشن وممكن يحصل سوفت تيشو دامج، يبقى كل ده بيندرج تحت ايه، تحت اول حاجه اللي هي الايه، اللي هي الفراكتشر. طب تاني حاجه الدث، تلتين الحالات من العيانين اللي بيموتوا في الجرياتريكس بيكون حصل لهم سبب ايه، حصل لهم سبب الفول انجري، ماشي. يعني الناس اللي وقعوا في تلتين الحالات منهم ممكن يحصل لهم ايه، ممكن يحصل لهم دث. طب ممكن كمان يأثر لي على الفاينانشال كونسيكوينسز بتاعتها، ماشي، ما هو واحد دلوقتي فقد القدره ان هو يتحرك، فانا هحتاج ان انا احطه في دار رعايه، هدفع فلوس كتير، هحتاج ان انا اجيب له ميديكال اكويبمنتس تساعده، فكل ده برده هيساعد ايه، هيأثر لي على الفاينانشال ستيك بتاعه الاهل بتوعه. رابع حاجه ان هو مش بيكون اصلا قادر ان هو يبقى اندبندنت، ولا ان هو يعمل فيزيكال فانكشنز بتاعته لوحده، فعشان كده بحتاج ان انا ايه اصرف عليه حاجات كتير. يعني 4 بتاثر لي على رقم 3. ممكن كمان ان ريزيدوال فيزيكال، يعني ريزيدوال فيزيكال امبيرمنت، يعني هو اصلا مش قادر ان هو يتحرك من السرير. يبقى لحد دلوقتي قلنا اول حاجه الفراكتشرز، قلنا منها 4 حاجات، قلنا الهيب فراكتشر ده موست كومن كوز، قلنا الهيد انجري ودي سكند ليدنج كوز، وقلنا ان ممكن يحصل سوفت تيشو دامجز، وممكن يحصل ايه لاسريشن. وبعد كده اتكلمنا على الهيد انجري، وقلنا ان دي اكتر حاجه يعني ماشي خلاص اتكلمنا عليها. قلنا تاني حاجه قصدي الدث، تلتين الحالات اللي بيحصلوا بسبب الموت بيكون سببهم ايه، بسببهم فول انجري. وبعد كده اتكلمنا على رقم 4، قلنا ان هو بيفقد القدره ان هو يبقى اندبندنت ويعمل فيزيكال الاكتيفيتيز بتاعته، فده يدخلني في رقم 3 ان هو ايه، ان الفاينانشال كونسيكوينسز بتاعتي تخليهم ان هم الناس دي تدفع فلوس كتير. وبعد كده ان هو ممكن اصلا يبقى ام موبايل اصلا ويفقد كل حاجه، حتى الريزيدوال فوليوم. الريزيدوال فوليوم ان هو حتى كمان مش قادر ان هو ايه يعمل ابسط الحاجات بتاعته، فبيبقى عنده ريستريكتد موبيليتي. طب عندي حاجه اسمها بوست فول سيندروم، او فيل اوف فير اوف فول سيندروم، يعني ايه؟ يعني العيان ده بيدخل معايا في فوبيا، هو وقع مره فبيبقى ايه مش قادر ان هو يعني عنده الهاجس ان هو لو اتحرك تاني هيقع. تمام، دي بتحصل في نص العيانين اللي بيحصل لهم الوقعه دي. تمام، عندي نوعين، اول حاجه فير اوف فول فوبيا اللي هي فير اوف فول سيندروم، او البيزوفوبيا، ماشي. فاحنا هنشخص هنعرف الموضوع ده ازاي، ان العيانين دول بيكون عندهم هاجس كبير جدا ان هم يقعوا، خاصه لو هم وقفوا في الاركت بوزيشن وبيحاولوا ان هم يمسكوا اي حاجه حواليهم، او ان هم ايه يكون في حد معاهم. تمام، طب برجع اقسمها لحاجتين، لو هي سيفير فالعيان ده اصلا مش بيبقى قادر ان هو يقف ولا يعمل اي حاجه من غير ما يكون في حد واقف جنبه. طب لو هي مودريت فالعيان ممكن ان هو يقوم ويتحرك، ولكن بيكون محتاج تشجيع.
ماشي. يبقى الفير اوف فول سيندروم او البيزوفوبيا دي معناها ان العيان عنده هاجس كبير جدا ان هو يتحرك، حاسس ان هو هيقع وهيجرى له حاجه. بقسمها نوعين، لو هي سيفير العيان ده مش هيتحرك غير لما يكون في حد واقف معاه هو اللي بيعمله سبورت، والمدرت ان العيان ده هيتحرك ولكن لو قعدت نشجعه واللي هو ما تقلقش انا جنبك والحاجات دي كلها ماشي. تالت حاجه ان هي تكون ابسنت، ان هو العيان عادي بيمشي لوحده وكل حاجه ومش محتاج اي حاجه ماشي. فهو ده ايه الدنيا زي الفل يعني. خلي بالكم ان انا عندي حاجه اسمها توفوبيا، اعتقد ان البي سايلنت مش عارفه، بس التوفوبيا دي معناها ان هو مش قادر يقف ولا يتحرك من غير يعني هو عنده هاجس من انه يقف يتحرك حتى لو ما كانش واقع قبل كده، فبسميها ايه، بسميها توفوبيا ماشي. فوبيك رياكشن ان هو يستاند او يوك with or without history of falling، ممكن مش بالضروري ان هو يكون وقع قبل كده، لكن الفير اوف فول ده ongoing concern about falling which limits daily activity which is characterized by اللي هو خايف ان هو يقع. ممكن يكون يجي في الفولرز والنون فولرز، يعني يكون عنده هيستوري او ما عندوش عادي، بيكون معاه حاجات بقى تانية، الاقي عليه الاعراض تانية بتاعه الفوبيا اللي هي عنده ديبريشن، عنده انكزايتي، ممكن الاقي ان هو كل الفيزيكال اكتيفيتيز بتاعته بتقل، والبالانس امبيرمنت كمان بيكون موجود عنده. ليه؟ لان هو مش بيتحرك كتير وخايف ان هو يقع. تمام، دي مش نورمال ايجينج بروسيس. فاكرين اخدنا ايه تاني ان هو مش نورمال ايجينج بروسيس؟ اخدنا كمان ايه، اليورينري انكونتيننس. يبقى لحد دلوقتي اخدنا حاجتين نوت ا ريزلت اوف نورمال ايجينج، اول حاجه اليورينري انكونتيننس، وتاني حاجه هي ايه، هي الفير اوف فوبيا. فبتاثر لي على كل حياتهم وتخليهم ان هم عايشين سيدنتري لايف، واخر حاجه ان هم ايه بيفتقدوا لي السوشيال انتراكشن والسبورت. اخر كونسيكونس معايا في الفول دي ان هو ممكن يفضل واقع على الارض لفتره طويله. فلو وقع على الارض اكتر من ساعه ما اسميها ايه، بسميها لونج لاي ماشي، ريمينينج اون ذا جراوند فور مور ذان 1 اور. تمام، لو العيان جالي في الطوارئ او جالي يعني في العياده وكده وقال ان هو اغمى عليه وهو ما كانش عارف الوقت بتاعه قد ايه اللي وقعه على الارض ده، فانا بعتبره برده ان هي ايه، لونج لاي ماشي. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ والله هو وقع على الارض لمده طويله، فممكن يحصل له كذا حاجه. اولهم ان يحصل ربدو مايلايسيز، يعني ايه، يعني الماسلز بتاعته تبدا ان هي تربتشر وتطلع لي كل الحاجات اللي جواها، الميتابولايتس اللي جواها، الصوديوم، الكرياتينين، كاينيز بتاعتها، كل الحاجات دي بتايه بتطلع لبره في البلد وتافكت باقي الجنرال سيستمز ماشي. فاول حاجه معانا هي الربدو مايلايسيز اللي هي البرولونجد ماسل كومبريشن، خاصه فين بقى، خاصه على الحاجات اللي هي ساند على الارض زي الكاف ماسل وزي اللور باك ماسلز ماشي، دي اللي بتكون الموست افكتد. تمام، تبدا بقى ان هي تليك حاجات زي البوتاسيوم زي الفوسفورس او الكرياتينين كاينيز، كل ده يروح ان هو ايه، يروح لل البلد، يروح للستريم. طب لو المايوجلوبين راح في السيركيليشن، يبدا ان هو ينزل في اليورين، فيعمل لي ايه، يعمل لي دارك يورين ولكن مش هيماتوريا ماشي. هنا اللي حصل ايه، ان المايوجلوبين نزل في اليورين فعمل لي ايه، الكوز بتاع الدارك يورين. تمام، الكرياتينين كاينيز بيزيد من في خلال 12 ساعة من المسل انجري. تمام، البيك بتاعته توصل 3 ايام بعد الانجري، وبعد كده يبدأ يقل بعد 3 ونص ايام. يبقى انا لو وقعت دلوقتي بعد 12 ساعه هلاقي ان الكرياتينين كاينيز بتاعي بدا يعلى في السيركيليشن. طب بعد 3 ايام الاقي ان هو وصل للبيك بتاعه، وبعد 3 ايام ونص الاقي ان هو ايه، خلاص بدا ان هو يحصل له سيسيشن. تمام، عندي تريات كده للربدومايلوسيس، يحصل لي ماسل بين، يحصل لي ويكنس، ويحصل لي دارك يورين. واتفقنا هنا خلاص ان الدارك يورين الكوز بتاعه ايه، هو المايو جلوبين. طب ده يخليه ان انا ادخل في ثلاث حاجات، احنا طلعنا من جوه السل الكالسيوم اللي جواها فتروح تأفكت الايه، القلب، فتعمل لي الرذميا. اعالجها ازاي؟ ان انا ادي كالسيوم جلوكونيت، وان انا ادي انسولين ديكستروز انفيوجن. يبقى دي اول حاجه، ان البوتاسيوم طلع لي من جوه الخليه لان هو بيكون انتراسيلولر، فطلع لي وعمل لي ايه، عمل لي الهايبركاليميا دي اللي هي اثرت لي على الارثميا. طب تاني حاجه، ان هو ممكن يعمل لي اكيوت كيدني انجري، خلاص الحاجات اللي طلعت دي المايوجلوبين والحاجات دي كلها عملت لي ايه، توبولار اوبستراكشن، فزودت لي فدخلتني في اكيوت كيدني فيلير. تمام، اعالج الموضوع ده ازاي؟ ان انا هغسل العيان، انا حرفيا هغسل العيان، هدي له اجريسيف اي في ريهايدريشن، هدي له فلويدز بكميه كبيره، واقعد امونيتور بقى، يعني هدي له من فوق وهنزل بكاثيتر من تحت، واعمل ايه، يورينري كاثيترايزيشن. تمام، لو هو ما كانش مستفيد مستجيب للاي في فلويدز، فانا في الحاله دي بدي ايه، بدي رينال ريبليسمنت ثيرابي ماشي، ممكن ادخله كمان في دياليسيس. طب تالت حاجه، ان انا يحصل عندي هايبوكالسيميا ماشي، ودي غالبا بتكون اسيمتوماتيك، عشان كده انا لما باجي اعالج الهايبركاليميا بديها ايه، يعني لما بتكون اسيمتوماتيك فلما باجي عليها بدي اي في كالسيوم احتياطي. يبقى دلوقتي حصل تلات حاجات من الربدو مايولايسيس، اول حاجه ان انا حصل عندي اكيوت كيدني انجري سببها ايه، ان حصل عندي تيوبولار اوبستراكشن، وتاني حاجه ان انا حصل عندي هايبركاليميا بسبب البوتاسيوم اللي
طالعه من جوه الخلايا. اعالج ده الموضوع ده ازاي؟ ان انا بدي اي في كالسيوم جلوكونيت، فكده بعالجت البوتاسيوم وعالجت ايه كمان الهايبوكالسيميا اللي عندي، وان انا ادي انسولين ديكستروز انفيوجن. لو عنده هايبوكالسيميا ممكن تكون اسيمتوماتيك، فمش ما ينفعش ان انا استبعدها، لازم اشوف اللاب اناليسس، وفي الحاله دي بدي ايه اي في كالسيوم. تمام، هنا دي نوت كده بسيطه بيقول لكم ان البيشنت لو هو حصل عنده رابدو مايوليسيس، انتوا هتشوفوها هتلاقوا العيان ايه الكاف ماسل واللور باك ماسلز عندهم حمراء جدا كده، وهتعرفوا ان حصل فيها رابدو مايوليسيس. ففي الحاله دي هدي اي في هايدريشن، اشوف البلد بروفايلز، واحاول ان انا ايه امنع على قد ما اقدر البوتنشال كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل، ماشي، خاصه الرينال والكارديك. طيب ايه تاني ممكن يحصل غير الرابدو مايوليسيس؟ ممكن يحصل نمونيا، ممكن يحصل يدخل في دي هايدريشن، وممكن يدخل في هايبوثيرميا. طب الهايبوثيرميا هقسمها 3 جريدز، لو هي اقل من 35 فانا بقول ان هي ايه، ان هي كده مايلد، ماشي، فهعمل له من بره اكسترنال وورمنج وادي له حاجه سخنه يشربها وخلاص. طب لو هي مودريت يعني اقل من 32، سيفير يعني اقل من 28، في الحاله دي انا هعمله معامله اي سي يو، انا هنقله على الاي سي يو ومش هعمله من بره اكسترنال وورمنج. ليه؟ لان ممكن لو الانسان ده من بره اتعرض لاكسترنال وورمنج، الهيت ريجوليشن بتاعه جسمه اصلا حصلها ديستربنس، فهو يبدا يعمل فازو دايلاتيشن عشان هو فاكر ان هو نفسه في حته حر، فيفقد اكتر واكتر حراره اكتر واكتر. يبقى دي الاربعه كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل، اول حاجه الرابدو مايوليسيس، ثاني حاجه النمونيا، دي هايدريشن، والهايبوثيرميا، وقلنا ان هي لو مايلد اقل من 35، مودريت اقل من 32، وسيفير تكون اقل من 28، ماشي. السكريننج، فانا هقعد اسال العيان هل انت وقعت قبل كده؟ لو وقع هو غالبا بيكون وقع مره في السنه، ولكن عندي حاجه اسمها سيجنيفيكانت فول، يعني ايه؟ يعني وقع اكتر من مرتين في خلال 6 شهور، ماشي، فبيبقى اسمها سيجنيفيكانت فول. طب لو ما لقيت ان انا ما عنديش اي هيستوري من الفولز، ولا عندي مشاكل في الموبيليتي ولا الجيت ولا الحاجات دي كلها، فبرجع اعمل ري اسسمنت بعد قد ايه؟ بعد سنه. تمام تمام تمام. however in all healthy older adults، حتى لو هم ما وقعوش ولا عندهم الهيستوري بتاعت ان هم وقعوا قبل كده، فلازم برضو اعمل ايه روتين فيجن وهيرنج اسسمنت، اشوف كل الحاجات الريسك فاكتورز كلها، ماشي، اشوف الاوستيوبوروسيس اللي عنده، اشوف البيرسبشن بتاعته، واشوف الدراجز بتاعته عشان ممكن تدخلني في دمنشيا، كل الحاجات دي كلها، ماشي. طب المانجمنت بتاعتي انا اهو دي الحاجه اللي انا هتعامل على اساسها. اول حاجه انا هيجي لي العيان، فانا هعمله سكريننج للفولز، اساله يا حاج وقعت قبل كده السنه اللي فاتت؟ لو وقع مره فكده ايه ده الطبيعي، لكن لو وقع اكتر من مره بسميها significant fall، ماشي. طيب حاجه كمان ان انا بعمل حاجه اسمها time up and go test، يعني ايه؟ ده كرسي وده الدكتور، ماشي، انا بخلي العيان يقوم من على الكرسي ده ويقف ويمشي 3 متر لحد الدكتور، ويروح راجع ولافف وراجع تاني 3 متر ويروح قاعد على الكرسي تاني. انا قاعده اهو دلوقتي على الكرسي، هقوم من مكاني وهمشي دايركت ستريت لاين 3 متر، واروح لفه 180 درجه وراجع تاني لحد مكاني 3 متر دول واقعدهم، ماشي، فانا كده مشيت 6 متر. في الحاله دي انا بقعد اساس بقى البيشنت ده ماشي ستريت، عنده مشاكل في الجيت، عنده يعني عنده وادلنج جيت، اي عنده اي ديفورميتي في الجوينتس بتاعته، ولا كل الحاجات دي كلها. المفروض ان الطبيعي ان الوقت ده يكون اقل من 14 ثانيه، لو لقيت ان العيان اخد وقت اكتر من 14 ثانيه فده ايه بيكون انديكيتر ان لا هو عنده مشاكل في الجيت، عنده مشاكل في البالانس. طب لقيت ان هو ما عندوش اي حاجه بقى، ولا عنده فول ولا عنده مشاكل في البالانس بروبلم، يبقى كده ده مش ريسك فاكتور، فهرجع اعمل له اسسمنت بعد قد ايه؟ بعد سنه. طب لقيت ان هو عنده مشاكل، ففي الحاله دي هتعامل معاه ان هو لازم اعمل مالتي فاكتوريال اسسمنت. هعمل اول حاجه الهيستوري تيكينج، واشوف الميديكيشنز بتاعته، اقل اشوف الفيزيكال فانكشن بتاعته والديلي اكتيفيتي، اشوف لو هو اصلا اتعرض لوقعات قبل كده او خلاص هو دلوقتي قال لي ان هو ما عندوش وقعات، فاشوف لو كان جاله فراكتشرز قبل كده، لو عنده اي ديزيز كرونيك او اكيوت، واشوف الميديكيشنز بتاعته واحاول على قد ما اقدر ان انا اخليها اقل من كام؟ اقل من 4. طب الفيزيكال اكزامينيشن، هشوف الفايتال ساينز بتاعته، لو عنده اريثميا، لو عنده بوسترال هايبرتنشن، انا كل الكونسرن بتاعي ان انا بحاول ادور على الريسك فاكتورز. تمام، اشوف لو عنده اي ديفورميتيز الاكستريميتيز بتاعته، واشوف السي في اس. طب في السي في اس انا هشوف ايه؟ هشوف لو عنده اريثميا، اشوف لو عنده كاروتيد بروتس او اورتكس تينوزس. عندي حاجه اسمها كاروتيد ساينس سنسيتيفيتي، يعني انا لما اعمل مساج كده للكاروتيد الاقي ان القلب بيدخل في بريدي كارديا، يبقى مساج كارتيد ساينس جنتلي فور 5 سكندز. لو لقيت بريدي كارديا يبقى هو عنده ايه؟ كارتيد ساينس سنسيتيفيتي. طب السي ان اس، والله اشوف المينتال ستيت، ادخله في الماني مينتال ستيت اكزام. فاكرين مين اللي كان بيدخل في الماني مينتال ستيت اكزام وكان بيجيب سكور اقل من الطبيعي؟ هل هو الدليريوم ولا الدمنشيا؟ الدمنشيا. الدليريوم ده واحد بيهزي، هو في مرحله هذيان، فمش هيبقى قادر ان هو يدخل في اي حاجه ومش هيبقى مركز اصلا. كمان
اعمل لاب انفستيجيشن اشوف الكالسيوم بقى واشوف الاوستيوبوروسيس والحاجات دي كلها. واخر حاجه ان انا ايه اشوف التست اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الايه تايم اب اللي هو ستاندنج اب اند جو ماشي اسمها اسمه تايمد اب اند جو تست ماشي. ده صوره التست. اول حاجه هو بيقعد وبعد كده يقف ماشي. يبقى اول حاجه واقف من مكانه مشى 3 متر لف 180 درجه ورجع 3 متر وقعد. المفروض ان الطبيعي اقل من 14 ثانيه. لو لقيته اخد اكتر من 14 ثانيه يبقى دي اسمها ايه سيجنيفيكانت ريسك ماشي. وهو ماشي بشوف السيمتري اشوف الهايت بتاعه رجليه هل هو هاي ستيب فوت ولا ايه الحاجات دي كلها. طب انا عشان امنع بقى الفولز دي انها تحصل عندي شويه حاجات كده ان انا احاول ان انا احسن الماسل بالك بتاعه العيان دي. فبعمله اكسرسايز بروجرام كده احاول ان هو ايه يحسن لي الجيت ويحسن لي الاسترنس بتاعه الماسل دي. وببدا امشي كده على نظام اللي هو ايه جروبات تمشي 150 مينت بير ويك وبعد كده اخليهم 3 دايز و3 دايز اوف الحاجات دي كلها بدخله جيم كده بس على كبر. طب دي كده حاجات اسمها ايه حاجات اسمها افكتيف ان انا بعمل فيزيكال اكسرسايز وان انا بديله سيفتي موديفيكيشن ماشي. يعني لو هو شغال في حاجه مثلا او في مكان معرض ان هو يحصل فيه مخاطر فانا بحاول ان انا اقلل المخاطر او الهازرز دي على قد ما اقدر. ولو بياخد ادويه بعمل جرادوال ويذرول للميديكيشنز دي كلها حاجات ايه افكتيف. طب الحاجات النون افكتيف ان انا اديله فيتامين دي سبلمنتيشن هي مش هتاثر فيه الا لو عنده فيتامين دي ديفيشنسي. يبقى الفيتامين دي انا مش بوصفه الا لو هو عنده ايه عنده فيتامين دي ديفيشنسي. كمان ان انا اعمل ادوكيشن في الكوجنيتيف والبيهافير بتاعه وان انا اعمل ايه مالتي فاكتوريال اسسمنت لكل الريسك فاكتورز الباقيين ماشي. يبقى تاني عندي حاجات افكتيف ان انا هعمل فيزيكال اكسرسايز وهشوف الانفايرمنت اللي حواليه. الحاجات النون افكتيف ان انا مش هديله فيتامين دي الا لو هو عنده ديفيشنسي ان انا اقعد بقى اعمله اديوكيشن. فمش بعد ما شاب ودوك كتاب يعني مش هرجع دلوقتي ابدا دلوقتي اعمله ايه اديوكيشن للبيهافير والكوجنيتيف الكوجنيشن بتاعه تمام او كومبريهنسيف ومالتي فاكتوريال اسسمنت. طب others بقى فور اول كده ان انا اديهم بديهم جهاز اسمه emergency call device مجرد ما يقع فبيدوس على الجهاز ده فالحق ان انا ايه الحقه اعمل له hip protection وان هو لو عنده osteoporosis بعالجه. يبقى الحاجات دي كلها بديها في كل العيانين ان انا بديله emergency call ان انا بديله hip protection وان انا بعمل ايه لو عنده osteoporosis اعالجه تمام. انا هدفي من كل العلاج ده ان انا اعمل ايه ان انا اخلي العيان على قد ما يقدر ان هو يكون بيتحرك وان هو ما يبطلش الحركه بتاعته. طب انا ازاي بقى استخدم الكين دي اللي هي العصايه بتاعه الناس الكبيره انا ازاي استخدمها؟ والله لازم احتاج يعني اجيب لهم الاول طول مناسب ليهم. طب الطول ده انا بحدده على اساس ايه؟ لازم الهايت بتاع الكين ده يكون على الليفل بتاع الجريتر تروكانتر بتاعتهم ماشي ما يكونش اعلى او اوطى من كده. طيب لما يجي العيان يمشي هو هيمسك الكين ده على انهي ناحيه؟ على الناحيه بتاعه الديزيزد على الناحيه سوري على الناحيه اوبوزيت للديزيز سايد يعني بتبقى على الهيثي سايد. يبقى تاني اول حاجه ان الليفل بتاعها هيكون عند ايه عند الجريت تروكانتر. طب تاني حاجه ان هو بيمسكها على الهيلثي سايد ماشي يعني اوبوزيت للديزيزد سايد ماشي. وبعد كده لو هو طالع سلالم ففي الحاله دي بيطلع بانهي رجل احسن بيطلع بالجود لج فيرست ماشي. لكن اللي هو نازل سلالم يعني نازل داون ستيرز فبينزل بالديزيزد لج فيرست ماشي. وفي الحالتين لازم البوث هاندز تكون سبورتد. يبقى الكين اول حاجه ان هي تكون على الجريت روكانتر ان انا بستخدمها بمسكها في الايد السليمه او الايد اللي هي ناحيه الرجل السليمه. ولما اجي اطلع السلالم بطلع بالرجل الاحسن الاول. لما باجي انزل داون مع ديزيزد ماشي فبجو في الديزيزد ليج فيرست. وفي كل الحالات لازم الهيد بتاعتي تكون ايه تكون سبورتد. اخر حاجه دي شويه زيادات كده من المحاضرات ان انا عندي حاجه اسمها ايموبلايزيشن يعني هنا حصل ريستريكشن للفيزيكال موفمنت بتاعه البودي او حته من البودي ماشي فبسميها ايه ايموبلايزيشن. طب كلمه دي كونديشننج يعني هنا الكاباسيتي الفانكشنال كاباسيتي بتاعه كذا اورجن بوزت ماشي فسميها دي كونديشننج ماشي ديكريزد اوف فانكشنال كاباسيتي في مالتيبل اورجن سيستمز. لكن لو هو الهول بادي او الجسم مش قادر يتحرك او حته من البادي مش قادر تتحرك ففي الحاله دي بسميها ايموبلايزيشن. طب الكومبليكيشنز بقى اللي ممكن تحصل من الموضوع ده عندي 4 كومبليكيشنز. لو هي على الاسكان الانسان نايم فتره طويله بقى طريح للفراش ومش بيتحرك في الحاله دي على الاسكان بتعمل لي السرز على المصر بتعمل لي اتروفي والاتروفي دي تبدا من اول يوم بعد الايموبلايزيشن ماشي 1 داي افتر ايموبلايزيشن. لو هي على البون بتعمل لي اوستيوبوريسيس اكتر واكتر وتزود لي الريزوربشن بتاعه البون. واخر حاجه في الجوينتس اللي هي تعمل لي ستافنس وبين وكونتراكتشرز. دي كده المحاضره بتاعه الفولز ان الدرلي.